مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم دائما وابدا عبر شاشه تلفزيون السلام، اكيد في مسابقتنا رمضان دائما ما نتواصل معكم بكل ما هو جديد في الصوالح سنتر برعايه كريمه لهذه المسابقه من الصوالح سنتر. كل الاحترام والتحية لكم مشاهدينا، أكيد اليوم في الصوالح سنتر سيكون لنا جولة مع الزبائن للتعرف عن أجواء العيد أكثر، لمعرفة طبيعة البضاعة التي يعني أو الملابس التي يريدون أن يشتروها من هنا، وأكيد هناك والأهم أسئلة وأجوبة والأهم الجوائز، الكل ربحان ما في خسران مع الصوالح سنتر وهذا هو الأهم. أكيد عبر شاشة تلفزيون السلام دائما وأبدا نحن معكم وأنتم معنا في مسابقة أهل رمضان، فكونوا معنا لمعرفة المزيد في هذه الحلقة من مسابقة أهل رمضان. عرف عن نفسك. يوسف عصام زنديك، مخيم شمس قضاة الكريم. أهلا وسهلا فيك، كيف شايف أجواء رمضان وتحضيرات العيد وهون الأجواء في الصوالح سنتر؟ يعني أول شيء بنحب نقولكم الكل السادة المستمعين كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم وإن شاء الله ينعاد عليكم وعليهم بالصحة والسلامة. يعني الحمد لله لحد هسه الحمد لله الأمور منيحة ورمضان يعني الحمد لله يعني كويس وماشي الأمور الحمد لله. يعني في يعني تقدر تقول يعني نسبة 70-80% يعني تجول للتسوق والأمور ماشي الحمد لله رب العالمين. كيف بتشوف الصوالح سنتر بشكل عام أنت يعني كمواطن ممكن بتزوره؟ والله منيح، يعني إنه عنده بضاعة مليحة ومسموعياته مليحة، ويعني أنا بقول إنه يعني تقريبا في هالكم من سنة اللي بلش فيه هون يعني إنه نجح إن شاء الله رب العالمين ونتمنى له التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم عبر شاشة تلفزيون سلام في مسابقة أهل رمضان، عندنا مسابقة وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة، لك سؤال وبدنا منك جواب، مستعد؟ إن شاء الله رب العالمين. الله إن شاء الله بحرف حظ من الصوالح سنتر. إن شاء الله الله يقدرنا الجواب. إن شاء الله. السؤال هو ما الحيوان المفترس الوحيد الذي يتزوج اثنتين في وقت واحد؟ فيش خيارات فيها هاي ولا يزبط؟ يعني حيوان مفترس جدا يعني من الآخر أقول لك مفترس. مفترس من الآخر معناته يعني العلم عند الله بجوز الأسد، بجوز الأسد، العلم عند الله بقول أسد. يعني أعتمد أسد؟ أعتمد زبطت ما زبطتش شو بنسوي؟ يعني فيش مفترس قد الأسد يعني، بس بعرفش إذا هو بيتجوز ست لا، بس يعني كحيوان مفترس جدا هو الأسد. يا اخي وانت اسد والف الف مبروك ربحت معنا. جات نتجوز سنتين عشان اصير اسد خلاص. الف الف مبروك لك يا يوسف، تفضل جائزتك. الله يخليك وكل عام وانت بخير. وانت بخير، شو تحب تحكي لصالح سنتر؟ كل عام وانتم بخير ونتمنى له التوفيق ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. شكرا وانت سالم. يعطيكم العافيه. عارفين عنك؟ غادة محمد راجح. من وين؟ من طول كرم. اهلا وسهلا فيك، كيف شايف الاجواء في صالح سنتر؟ والله حلوه اجواء عيد. كل عام وانت بخير ان شاء الله الجميع. وانت بخير، هي اول زياره لك لصوالح سنتر؟ لا ما في قبل. دائما بتزوري، كيف شايفه بضاعته والاسعار؟ لا وكويسه ما شاء الله عنها. ان شاء الله بتلاقي اللي بدك اياه وان شاء الله بيضلوا صوالح سنتر دائما مع الزبون ومع المواطن ان شاء الله. طيب اليوم عبر شاشه تلفزيون السلام في مسابقه اهل رمضان عندنا مسابقه ان شاء الله يعني بيكون في لك سؤال وبدنا منك اجابه، هي المسابقه هي برعايه كريم من صوالح سنتر، رح نسالك سؤال. مستعدي؟ تفضل. طيب السؤال هو من مخترع القنبلة الهيدروجينية؟ والله ما عنديش علم، بتعرفي يا بصبايا؟ من مخترع القنبلة الهيدروجينية؟ ما عنديش خبرة والله للأسف. طيب أنا بساعدك، تعالي قربي. إذا في سؤال ثاني بعد. لا أنا بدي أساعدك بنفس السؤال، راح أعطيكي خيارات وأنت تجاوبيني، هل هو محمد مرسي أم يوسف الداغجي أم إدوارد تيلر؟ إدوارد تيلر. إجابة نهائي؟ إن شاء الله. أنت شو رأيك أو شو يحكي لي اسمك؟ منار. هلا يا منار، بتحبي الصوالح سنتر؟ نعم. وبتحبي أجواء العيد ومبسوطة؟ طيب شو بتحب تحكي للصوالح سنتر؟ كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. حكت إدوارد تيلر، خلص أعطيها جائزة؟ خلاص العيوني بدي اعطيها جائزه. صحيح، الف مبروك، ربحتي معنا الجائزه استلميها، كل الاحترام. شو بتحبي تحكي للصوالح سنتر؟ ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير. عارف عن نفسك؟ ايهاب احمد محمد عمي اخي. خلص اسمك ايهاب زي اسمي، معناته انا من الاخر بدي اساعدك وربحك جائزه وبديش اطولها عليك. تسلم. طيب قبل ما ربحك جائزه بدنا نفهم هيك كيف اجواء العيد وصوالح سنتر، كيف شايف لي اليوم؟ والله الحمد لله منيحه. دائما تيجي هون؟ دائما. انت من بلعه؟ من بلعه. اهلا وسهلا فيك. طيب وكيف شايف البضاعه والاسعار بصوالح سنتر؟ والله منيحه. تمام؟ من غيرها. اليوم ليش جاي هون تشتري الولد؟ نشتري الاولاد. بس الولد نايم شايفه. مش مشكله، اشتري له وهو مش داري ان شاء الله. طيب يا حبيبي، اليوم برعايه كريم من صوالح سنتر عبر شاشه تلفزيون السلام، في عندنا مسابقه اهل رمضان، في عندنا لك سؤال واذا بدك تجاوب عليه راح تربح معنا جائزه. مستعد؟ مستعد. خلينا نشوف شو السؤال اللي هو راح يكون من نصيبك.
السؤال هو كالتالي: ما الاسم العلمي لمرض أنيميا البحر المتوسط؟ الاسم العلمي لمرض أنيميا البحر المتوسط. على فكرة أنت بتروح تعمل قبل ما تتزوج فحص ثلاسيميا. الله عليك، اسلموا رجليك يا أخي. وش قلت لك اسمك يا بروك تجاوب؟ طيب يا سيدي، ألف مبروك، ألف ألف مبروك، أنت معنا جاهز من الصباح السنتر. شو بتحب تحكي للصباح السنتر؟ شكرا لهم. وشكرا لك، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير الله يخليك. عرف عن نفسك. يوسف من بلعة. أهلين فيك. أهلين. شو أخبارك؟ كيف شايفك الأجواء في صباح السنتر وأجواء العيد؟ والله تمام الحمد لله. تمام، مستعداتك لاستقبال العيد منيح؟ منيح الحمد لله. اهلا وسهلا فيك. صباح الحسين طر، كيف بتشوفه؟ منيح بضاعته واسعاره؟ اسعاره منيحه كويسه. اول مره بتزوره؟ لا منيح، جاي كيف اشتري من عنده هاي فعلا. وشو اخبارك انت يا امور؟ امور ولا امور؟ امور اموره. يلا شو اخبارك؟ حلو الوضع، شايفيته تمام؟ هي حابب بس تمسك الميكروفون. طيب اليوم عبر شاشة تلفزيون السلام برعاية كريم الصباح الحسين طر في عنا برنامج او مسابقة اهل رمضان، ولك سؤال وبدنا منك اجابة. معلوماتك العامة منيحة؟ يعني. وإحنا أكيد رح نساعدك، ما في مشكلة. السؤال اللي رح يكون من نصيبك هو: من هو مخترع المسدس؟ طيب إذا ما بتعرفش كل عشان أعطي خيارات. مخترع المسدس: زين الدين زيدان، ولا ليونيل ميسي، ولا صموئيل كولت؟ صموئيل كولت. صموئيل كولت. قلت زين الدين زيدان. لا لا أذكر هذا. وليونيل ميسي شو بيشتغل؟ برضه لاعب كره. يعني صفى بس صموئيل كولت بس. يا سيدي الف الف مبروك، ربحت معنا جائزه استلمها من يوسف. شو بتحب تحكي للصباح السنتر؟ بحب كل عام وانتم بخير ويعطيهم العافيه. والله يعطيك العافيه، كل عام وانت بخير. انت بخير حقيقه. عارفين عن نفسك؟ امرأة من بيت ليد. اهلا وسهلا فيكي. اول شيء هي اول زياره لك للصباح السنتر؟ لا انا باجي دائما. دائما. احكي لنا اليوم شو سبب زيارتك هون للصباح السنتر؟ بدي اشتري لبسي للعيد للاولاد. كم ولد بدك تشتري لهم؟ اشتري لاثنين. يلا الله يخلي لك اياهم. صباح الحسين طر، اكيد انت ببضاعته لك هيك راي فيها، خلينا نسمع رايك وهيك كيف شايف الاسعار؟ منيحه اسعارهم، ممتازه، وبيعملوا عروض يعني دائما باستمرار بيعملوا عروض وبترضي الجميع، يعني في اسعار متفاوته كل واحد يعني حسب ظروفه بتلايم كل الناس. ممتاز. وهذا معناته انت شو نصيحتك للناس اللي ممكن بيشوفوكي وبالنسبه لصباح الحسين طر ومجيئهم هون؟ شو بتنصحيهم بالنسبة للصباح؟ يجوا يتفضلوا، اللي يعني زيارة خير برهان زي ما بيقولوها. إن شاء الله إن شاء الله بزوروا، وأنت كمان بتضلك من زبائن الصباح الحسين طر. اليوم عبر شاشة تلفزيون السلام في عنا مسابقة أهل رمضان برعاية كريمة من الصباح الحسين طر، فبالتالي عنا سؤال وبدنا منك إجابة. تفضل. الأسئلة العلمية كيف وضعك معها؟ منيحة؟ منيحة. يلا أكيد راح تعرفيه، وأكيد اللي بيحب يساعدك راح يساعدك. سؤالنا هو: ما هو المعدن الوحيد الذي يوجد في الحالة السائلة؟ الزئبق. يا ستي أنا فكرت إني راح أطلع أروح بخيارات، بس أنا ما رحتش بخيارات، أنت رحت فيه بخيارات. طيب يلا ممتاز، ألف ألف مبروك، ربحتي معنا جائزة تستلميها من يوسف، جائزتك من الصباح الحسين طر. شو بتحب تحكي للصباح الحسين طر؟ شكرا لهم، وإن شاء الله مزيد من التقدم والنجاح. شكرا لك، ألف مبروك. شكرا لك. مشاهدينا الأعزاء، لهون بنوصل لختام اليوم حلقتنا في الصباح الحسين طر. أكيد الحلقة شفنا المواطنين، شفنا الزبائن، شفنا الناس كيف تجولوا بين الأقسام المتعددة في الصباح الحسين طر، ايضا كيف كانت اجاباتهم على الاسئله في مسابقه اهل رمضان التي تبث عبر شاشه تلفزيون السلام. ودائما وابدا ما بعد التراويح، ما بعد الافطار، تجدوننا هنا في الصباح الحسين طر نطرح الاسئله، وانتم منكم الاجابات ومنا الجوائز ان شاء الله. اكيد رافقنا دائما يوسف معنا، وهي دعوه لكم انكم دائما تكونوا هون موجودين. الى حين اللقاء فيكم في مسابقه اهل رمضان برعايه كريم من الصباح الحسين طر، كونوا معنا دائما وابدا عبر شاشه تلفزيون السلام. أهلاً